السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. فين كنتواجدوا؟ كنتواجدوا خاص في أكادير في لاكوت. جينا باش نصوروا لكم أجواء ديال أمطار غزيرة اللي نزلت اليوم الاثنين. البداية ديال الأسبوع نزلت أمطار غزيرة كما كتشوفوا الأرض، شوفوا تبارك الله، هذا هو الواقع. خرجنا كيما قعدتنا باش نصور لكم اجواء ديال تساقط امطار الخير في مدينه اكادير 2024. لعليكم وتبعوا هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تخيلوش الجو شحال زوين بزاف كيما كتشوفوا. ها هو غادي فينا، هو غادي نصور لكم امطار غزيره، وربما الى كان الاوديه غادي نصوروهم ان شاء الله. ودعوا معنا يا ربي جيبوا الفيضان، يا ربي تكون الفيضان يا ربي باش نديروا البوز. اش غادي نقول لكم؟ والله ما كرهناش، وحق الله حيد الفيضان. هو الى كان الفيضان حنا راه مزيانين، ما كاين الفيضان راه القضيه ناعسه عندنا. اذا اللهم بارك، أجواء ممتعة، أجواء رائعة جدا في هذا المكان ممتع. إذا أجواء ممطرة، أجواء رائعة كما كتشوفوا. إذا شجاري الأرض، هاي 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 تبارك الله تبارك الله. أش غادي نقول لكم؟ شتي هاد البلاصة كتزلق. والله إلا كتزلق خفت عليه، زلق بزاف من هنا، أصعب حاجة. يلا زيد لينا سيدي ربي، زيد لينا أمطار غزيرة، زيد لينا سيدي ربي، زيد لينا أمطار غزيرة. بغينا عاصفة رعدية مجهدة باش نصوروها للمتابعين ديالنا. إذا أجواء ممتعة، أجواء خيالية ورمضانية، أجواء ما تخيلوش شحال زوينة. وكنعتذر لكم على حساب الإبداع ديالي، غادي يكون عادي جدا. إذا راكم عارفين رمضان هذا وأنا صايم كتكون صعب جدا تبدع، وكيكون صعب جدا تدوي. راكم عارفين الانسان كصايم، وحاليا ربما يقدر يكون شي غلط في الفيديو، نتمنى ما نغلط. وفي نفس الوقت ها انتم كما كتشوفوا اجواء خياليه، اجواء رائعه جدا في مدينه اكادير، المكان المفضل يصور فيه بزاف بزاف عزيز عليه طالبرشت. وهنا لاكوت وطالبرشت كيحبق على طالبرشت بزاف، هاي القراحتو، القراحتو في طالبرشت. وهذا المكان تاهو القراحتو هنا يصور امطار غزيره ويصور لكم اجواء جميله. تبارك الله. اذا عاصفه رعديه استمرت تزيد تقريبا 3 سوايع باش نكونوا واقعيين. اذا الفجر ما كان لا ضباب لا حتى شي حاجه، وهذا الشيء هضرنا قبل ما تنزل هذه الامطار غزيره في اكادير، قلناها لكم البارح، قلنا لكم بانه راه عاصفه رعديه غادي تكون في اكادير، وها هي جات الحمد لله، هذا هو المهم. وهاد الامطار غزيره ما غاديش تحت المفعول 100%، ولكن 50%، والشجره ديال الاركان غادي تستافد منها، الشجره ديال الاركان غادي تستافد من هاد الامطار غزيره. اللهم بارك. ايوا كما كتشوفوا مكان ممتع، مكان رائع جدا، اللهم بارك. شوفوا تبارك الله الغازو شحال عزيز عليه الشتاء، شوفوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، القى بزاف داكشي اللي بغى. اي هاي 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 تبارك الله تبارك الله، بالنعمه ديال سيدي ربي. نزول امطار غزيره من جديد في مدينه اكادير شهر مارس، اليوم الاثنين 25 مارس 2024، هذا هو التاريخ حاليا كنصور هذا الفيديو. حيت بعض الناس كيقول لك لا راه هذا الفيديو قديم، هنا قلنا لكم التاريخ حتى الا شاب الله عاودناه في 2025، ما تقولوش لا راه صورنا في 2025 باش كلشي يفهم، راه عادي جدا، هاي عاودناه راه ما كان حتى شي مشكل، اللي ما تفرج فيه يتفرج فيه من جديد. اذا اجواء ممتعه، اجواء خياليه، اجواء رائعه جدا كما كتشوفوا الارض. اذا ما تخيلوش شحال زوين تبارك الله، الطبيعه رائعه جدا ممتعه كما كتشوفوا، اللهم بارك. اذا لاكوت هي هذه، غادي نحاولوا نصور لكم بعض البلايص. اذا
ما عرفتش انتم كتشوفوا في الكاميرا الشتاء. وكاين البيض الله، ها هي البيض الله. والشتاء كتنزل على الكاميرا. اش غادي نقول لكم، هذا هو الواد. غادي نجبو على واحد الواد هنا وجاب شي حاجه، اذا باش تعرفوا اذا كانت عاصفه رعدية. وت الله ما يمكنش بالله، وت راه الله الا جاب الفيضان بالله. وت شوف شوف، هو جايب الفيضان. هاد الواد شتي. السيول هذا راه غير باقي ما وصل، من غادي يوصل غادي يكون مجهد. ها هو. اذا اجواء ممتعه، اجواء خياليه كما كتشوفوا. جاب واحد البركه، اذا باقي ما وصل مع المده. دابا بعد ساعه تقريبا غادي يوصل هذا الواد، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. ايوا ها انتما كما كتشوفوا لاكوت هي هذه. كنستمتع كنتمتع بهذا الجو الرائع جدا. اذا ها انتما تبارك الله، هذه هي لاكوت. ها الشتا جايه، باش نكونوا واضحين، الشتا كاينه، الشتا كاينه هاد الليله كلها، هاد الليله كلها كاينه الشتا. تبارك الله تبارك الله بالنعمه ديال سيدي ربي. شوفوا تبارك الله، شوفوا الخير، باش نكونوا واضحين، راه تقدر الله كاين الفيضان، راه الخير هذاك. وحق الله الا شفتوا القمه ديال هاد الشتا الا السدود، راه هاد الشتا راه النفع، النفع والنعمه ديال سيدي ربي. وعايشين حنا من هاد الماء، اش كتشربوا نتوما؟ الماء ديال الشتا ديال السد، السدود ديالنا يكونوا عامرين، راه شي حاجه واعره تبارك الله. اذا كما كتشوفوا اللهم بارك، اجواء خياليه، اجواء رائعه، اجواء ممطره خاص مدينه اكادير. ايوا كما كتشوفوا معنا حاليا كتنزل الشتا من جديد، الشتا كتنزل اللهم بارك. اذا هانتوما كما كتشوفوا الارض، باش تعرفوا باين وقت نزل الشتاء. تبارك الله، شوفوا ما تشوفوش بزاف، هو بزاف كيستمتع، هو دابا داير هذا الميضة الله، وبدا يستمتع بزاف اللقاء اللي بغا هو. غير رمضان، راه غير رمضان اللي دار لي هكا. والله كون ماشي رمضان، انت تشوفوا تسمعوا شي حاجه ما عمركم سمعتوها. يبدا عاوتاني، يبدا يخرج هذاك الشيء اللي كاين في قلبه. ايوا اش غادي نقول لكم، يا ربي تسمح لينا. بعض المرات كيقولوا لي بعض المتابعين ياك لاباس، اش واقع ليك اصاحبي؟ واش داك الشيء اللي كتقول في الفيديو واش بصح؟ ويي راه بصح اصاحبي، والله الا بصح بالله. داك الشيء اللي كاين في الفيديو كله احساس من القلب، هذا هو الواقع. اذا اجواء خياليه، اجواء ممتعه، اجواء رائعه جدا. ايوا غادي ننزل لكم حدا مواش تما ونستمتعوا بهاد المناظر خياليه. سمعتوا الشتاء؟ سمعوا 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 الشتاء، سمعوا سمعوا. باق 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 باق، ساعدوني اتركوني. ايوا ها هي الشتا كتنزل، الحمد لله والشكر لله. اذا حاليا هاد المظله في صالح الكاميرا، باش الكاميرا ما تنزل عليها الشتا. وعلى حسب، دابا بعض المرات ملي كيكون الريح كتكون صعب جدا المظله تحمي الكاميرا، صعب. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. ها انتم اخوتي كما كتشوفوا معنا، الرمله فازقه. الشتا كتنزل اللهم بارك. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ساعدونا باش نوصلوا القناه 400 كا، اراري يوصل بزاف 400 كا. اي هاي هاي هاي، نتمنى ونتمنى وان شاء الله نوصلوا 400 كا. هيا الاخوان، هيا الشتا جايه من الاتجاه، هالاتجاه جايه عاصفه رعديه جايه. تبارك الله تبارك الله. هو اكادير وفله، فيه الشتا، هاد البلايص كلهم فيهم امطار غزيره.
اذا نتمنى الفيديو يعجبكم، اشتركوا في القناه ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وغادي نحاولوا نشاركوا معكم امطار غزيره من جديد، اوديه، اي حاجه جديده على الفيضان والسيول خاص من طنجة الى القويره العزيزه. ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا مجهودات ديالنا باش نصوروا لكم المزيد ان شاء الله بحول الله. حاليا كتنزل الشتاء بقوه، اللهم بارك، كما كتشوفوا تبارك الله. سمعوا سمعوا الاخوان، سمعوا 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 سمعوا، اي هاي 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 هاي، تبارك الله تبارك الله. اذا اشوا خياليه كما كتشوفوا، هالتيجه فيه الشتاء حتى هو، ها هاد البلاصه حتى هي فيها الشتاء، ولداخل البحر حتى هو فيه امطار غزيره. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تحياتي أكادير المغرب.